مثل ما يقول توفيق دربال. أي تعثر للاتحاد البوليدة كان يؤدي به للنزول للقسم الأسفل، ولذلك وضع هدف الفوز بتيزي وزو، وهو ما تحقق له أمام مدرجات فارغة تقريبا. أخطر فرصة كانت في بداية اللقاء لاتحاد البوليدة برأسية جمعوني. بعد هذا سيطر لشبيبة القبائل، لكن التجسيد غاب أمام الحارس قوي الذي كان في المستوى بعد غيابه عن لقاء فريقه أمام سعيدة في الجولة الماضية. السيطرة لا تعني الفوز، لأن شبيبة القبائل صنعت اللعب خاصة في الشوط الأول ولم تسجل الأهداف بعدما غابت اللمسة الأخيرة عن رفقاء سعد تجار. هذا الفراغ الذي مر به هجوم الشبيبة استغله المدرب يوسف تيسان في الشوط الثاني، وهدد في أول لقطة عن طريق اللاعب حارزي بهذه التسديدة. رد هجوم شبيبة القبائل عن طريق سعد تجار. التغيير الذي احدثه بوسط الميدان يوسف تيسان دخول ايلول، واول كرة صنع بها لقطة الهدف الوحيد في اللقاء الذي سجله اللاعب بالخير بعد كرة عرضية من الزميل جمعوني. كان ذلك في الدقيقة 68 من اللقاء. واذا الفوز الاول لاتحاد خارج القواعد، وأول للشبيبة بتيزي وزو. ما خرج بالكرات كما خليناها في الشوط الأول، هذه اللي سمحت لنا باش نسجلوا، سمحت لنا باش نولوا بثلاث نقاط. اليوم المقابلة الشبيبة انتهت، رانا حين ندخلوا في مقابلة أخرى. الشوط الأول عندك خمسة ولا ست خطرات تقدر دير الهدف كي ما تماركيش. لادفيرسير واش يلعب؟ يلعب على اون اوكازيون، على اون اوكازيون، لوكازيون اللي تجي ما يسقش يراتيها. إذن هذا هو انطباع السيد رشيد بلحود الذي بلغنا أنه قبل قليل فقط اتفق مع رئيس حناشي على انسحاب طردي من تدريب شبيبة القبائل. وفي هذا اللقاء أنبياء اتحاد البوليدة المعادلة كانت سهلة، أول فوز بالنسبة لاتحاد خارج الديار، وأول انهزام بالنسبة لشبيبة القبائل على أرضية ميدانها. وانا نروح البعيد يوسف، تفضل. اول انهزام لاتحاد لشبيبة القبائل امام اتحاد بوليدة في تاريخ المواجهات مباشرة بينهم منذ صعود شبيبة القبائل في القسم الوطني الاول، ومنذ صعود اتحاد بوليدة كان فيه 20 تنقل الى تيزي وزو، كان فيه 16 فوز لشبيبة القبائل، 3 تعادلات، والامس كان الفوز الاول لاتحاد بوليدة. على كل سنتطرق للقاء آخر جمع بين جمعية الخروب وشبيبة بجاية. جمعية الخروب فازت برباعية كاملة مقابل هدفين.